أهلا بكم معانا مرة تانية، معاكم الدكتور طارق عبد الحميد ميدليرن. والحقيقة بنكمل موضوعات الهيماتولوجي أو البلاد، وموضوعات شيقة جدا. احنا خدنا أول حاجة كان الجنرال مانيفستيشنز أوف أنيميا، ما جينا أتكلم بس في الأيرون ديفيشنسي أو بي 12 أو كده، مش هقول لك بقى الأعراض مرة تانية وأنا أقول لحضرتك الأمراض، لا هنقول على طول إيه ان في جنرال مانيفستيشنز انيميا ايه، والشخص يقدر يتخيلها لو حضر ايه اول ليكشر. انا بس الليكشرز عندي احب امشيها بالترتيب. بالنسبه لاول حاجه في الايرون ديفيشنسي انيميا، اللي الديفينيشن بتاعها ايه، هي طبعا انيميا كوزد باي ايرون ديفيشن، مش محتاجه يعني ايه اي عبقريه يعني. هو هنا حاطط انا صوره للسورسز المشهوره في الدايتري ايرون، سواء الكبد، الليفر، الميت، الناتس، الجرين ليفي فيجيتابلز برضو مشهوره، وفي سام اماونت برضو موجودين في الاجز. فكل الحاجات دي دايتري سورسز، ولكن زي ما هنشوف ان الموست كومن كوز للايرن ديفيشنسي انيميا مش نقص في الاكل. يعني هو شيء جميل للشخص اللي عنده ايرن ديفيشنسي يقدر ياكل من الحاجات دي مور، ولكن ان جنرال السبب الاسباب الرئيسيه هتكون حاجه تانية زي ما هنشوف دلوقتي. الاتيولوجي للمشكلة دي، الاتيولوجي بتاعها والله هو نقص أي حاجة في الدنيا. ممكن تبقى إيه؟ ممكن تبقى نقص انتيك، واحد ما بياخدش كفاية، صح؟ ممكن بياخد كفاية بس نقص إيه؟ absorption. ممكن هو بياخد كفاية والabsorption زي الفل بس النيدز بتاعته عالية. يعني مثلا إيه؟ أنا باخد 100 وحدة من الفيتامين ده مثلا، وأنا محتاج 200 دلوقتي نتيجة أسباب معينة، زي مثلا واحدة بريجنانت أو أثناء البيوبرتي في جروس ريت عالي مثلا، انا محتاج اكتر، فده مش مكفيني، فبالتالي كاني يبقى عندي كاني ايرون ديفيشنسي، بس مش هو كميته اللي ناقص قد ما انا محتاج اكتر. واسباب بقى اشهر اسباب في العالم اللي هي الايه، الكرونيك بلاد لوس، او هو ده اللي يعمل ايه ايرون ديفيشنسي انيميا. بعد اذنكم بس هرتشف رشفه، انا ايه احب نشعر ان احنا في محاضره عاديه يعني. ها ياما المحاضرات زمان كان ايه، منساش فنجان القهوة ده كان له متعة خاصة مع الشرح يعني. دلوقتي أنا لو أجي أتكلم عن نقص الإنتاج بتاع الأيرن، والله هو اللي معرض يقل الإنتاج عنده الأطفال. الأطفال دي بتلاقيه شغال عمال ياكل بوزو على مش عارف إيه، على فشار، على كذا، ومهمل في أكله، وأهله يتحايلوا ويتجننوا عليه، هو مش راضي ياكل. ممكن مال نيوتريشن، واحد مثلا عنده مال نارشمنت لأي سبب من الأسباب، نتيجة ظروف مثلا معينة مش قادر ياكل الأكل كويس، أو هو عنده كونديشن معينة وأنوريكسيا وما بياكلش، فممكن يبقى مال نارش. فهي كونديشنز اللي يحصل ايرن ديفيشنسي نتيجة الدايت ممكن تحصل في الأطفال children، أو واحد عنده مال نيوتريشن لأي سبب من الاسباب، بقى له مده مش قادر ياكل، مالوش نفس ياكل، انوريكسيا، اللي عندهم ليفر ديزيز، كل دي بتكونتريبيوت. نقص الابسوربشن بتاع الايرن، الايرن بيبقى ابسوربت فين؟ لو افكركم الايرن بيطلع اتش سي ال، لازم من الاستومك عشان يحول الفرك لفرس، وبعد كده ايه يمتص ايه في الديودينم، بعد كده ال تتم الايه العمليه في الابر بارت بتاع الايه السمول انتستين يعني في البدايه. لو انا عندي بيرنيشيس انيميا اللي هي ايه، اوتو انتيبوديز ضد البارايتال سيلز اللي بتكسر البارايتال سيلز في الاستومك، وهناخدها في البي 12 لانها يعني بتقلل انتاج، بتدمر الميكوزا، بتقلل افراز الانترنسيك فاكتور المهم لامتصاص بي 12، بس في نفس الوقت انت البرنيشيس انيميا دي بتكسر الميكوزا سيلز باوتو اميون ديستراكشن، وبالتالي الخلايا بتاعه الميكوزا بتطلع اتش سي ال، فهيقل ال HCl يحصل اكلوروهايدرا، وبالتالي الحديد الفرج ما يتحولش الفرس وما يتمش الابسوربشن. ممكن واحد معمول له ديودينال باي باس، يعني توصيله قبل وبعد، فبالتالي المنطقه اللي هيتم فيها الايرن ابسوربشن ايه تعدي عليها، ما يعديش عليها الاكل خالص، وبالتالي ما يتمش ابسوربشن. كل ده تاخدوا بالكم، اللي عامل عمليه جراحيه ده لازم ايه، لازم يتم ايه، وكان بتعمل زمان العمليات دي كتير. increase phytate organic acid في الدايت، ممكن اكون انا باكل عادي جدا والابسوربشن في يعني سيستم شغال طبيعي، ولكن انا باخد phytates كتير في الاكل، وتانيك اسيد زي ما في كميات ضخمه اثناء بعد الاكل بالذات، ممكن تقلل معدلات الايه الابسوربشن شويه.
ما توصلش انها تعمل deficiency but can aggravate associated deficiency، يعني نقدر نقولها that way. فيبقى انا عندي والله يا نقص انتاج زي ما شفنا الاطفال والmalnourished people، يا نقص absorption واحد pernicious anemia مكسراله الايه البارايتال سيلز باوتو انتيبوديز، وبالتالي لا في انترنسيك فاكتور ولا في اتش سي ال بيطلع. هتلاقي بالاضافه للبي 12 ديفيشنسي اللي هتحصل هتلاقي برضو بيرنيشن، ممكن تلاقي ايه ايرون ديفيشنسي حاصله نتيجه نقص الاتش سي ال برودكشن. دينا الباي باس اوبريشنز والفايتات والتانيك اسيد الكتير في الاكل ممكن يقللوا الايه الابسوربشن. التانيك اسيد ده مثلا موجود في التي في الشاي التقيل بعد الاكل ممكن شويه يقلل الابسوربشن. وقلنا لوحده ما يكفيش انه يعمل انيميا بس كان اجريفيت الامور احيانا. النيدز عاليه زي ما ذكرنا البريجننت والبيوبرت، البريجننسي ده فيه بيبي عمال محتاج كميات رهيبه من الايرن في تكوينه، والبيوبرتي برضو نفس الوضع. فممكن واحد بياخد نفس الانتاك وممكن الابسوربشن سليم كما هو، ولكن النيدز عاليه وهو ما علاش الايه الانتاك بقدر الكافي يحصل له ايه سام ديجري اوف انيميا. It's very common. Yeah, the commonest cause الحقيقة هي الايرن ديفيشنسي انيميا. البلاد لوس ده بقى من اهميته انا باخده ايه في ملعبه لوحده بقى كده ازاي. ايه اسباب البلاد لوس الممكنه في الايه في الجسم عندنا؟ والله ممكن انا اخده من فوق لتحت اسوفيجيال فاريسس. وطبعا احنا عندنا بالذات ايه في مصر إيه كان البلهارزيزس والليفر سيروزس عامه، مش بس البلهارزيزس، الليفر سيروز بكل اسبابه. وفي الميدل ايست برضو كتير موجود بس في مصر معدل كان عالي قوي. بيحصل سيروزس سيروتيك نيديولز تضغط على البورتال فين، فاريسس اسوفجيال فاريسس تتخلق ويحصل بليدنج منها، ده ممكن تعمل ايرون ديفيشنسي انيميا. هيموبتسيس واحد عنده هيموبتسيس او حد عنده هيموبتسيس بطريقه ريجولر ممكن دي كرونيك بلاد لوس. بيبتيك ألسر ديزيز واحد بيفقد من خلال الألسر بليدنج بيبتيك ألسر بتنز كل شويه كرونيك 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 تعمل له ايه ايرون ديفيشنسي انيميا. برضه البليدنج ممكن يتم من الانتست نفسها من الالسرتيف كولايتس، الالسر تبليد ويحصل ايه ايرون ديفيشنسي انيميا. البايلز ممكن برضه بليدنج من يعني من فوق اسوفجيال فاريسس من لونج هيموبتسيس بيبتيك ألسر ألسرتيف كولايتس بايلز. الانكيلوستيما والبلهارزيزس الاثنين ممكن ايه يعملوا برضك ايرون ديفيشنسي ايه انيميا نتيجه الايه الكرونيك ايه بلاد لوس، سواء هيماتوريا بتحصل معها البلهارزيزس او الانكيلوستيما دي مشهور قوي معاها انها ايه الستولز بيحصل بلاد لوس في الستولز ويحصل ايرون ديفيشنسي انيميا. مشهوره جدا الانكيلوستيما انيميا الايرون ديفيشنسي الفظيعه بتاعتها يعني بتبقى تاف جدا يعني. واشهر حاجه الحقيقه يمكن تتعجبوا حاجه مش مرضيه خالص البوليمينوريا، يعني مش مرضيه انا قصدي ما هياش يعني فاريسز ما هياش بتكالسر ما هياش من الامر البوليمينوريا في الفيميلز اللي هي عندها منسز عاليه كتير ومعدل عالي اشهر حاجه فيها بلاد لوس اساسا يعني، يعني الموست كومن لما تيجي تشوفوه هو في ايه بنسمع عنه اكتر من مينوراجي يعني او بوليمينوريا عامه. ها سواء بوليمينوريا والمينوراجي الجامده مستمره ممكن تعمل كرونيك بلاد لوس. مفيش عيانه تعدي قدامك او قدامك في ايرون ديفيشنسي انيميا الا وتساله على المينسترال ايه هيستوري، لان احتمالات اسوفجيال فاريسز والبليدنج بيبتيك ألسر والالسرتيف كولايتس والبايلز والانكيلوستيما والهيموبس موجوده بس مش سو كومن زي الايه المينوراجيا والبوليمينوريا مثلا، دي اشهر مليون مره. فهي دي عشان كده انا كاتبها بايه بالاحمر هنا لو تاخدوا بالكم. قبل ما ابدا ايه الانفستيجيشنز احب انوه ان للكلينيكال بيكتشر بتاع المرض. احنا ذكرنا الجنرال مانيفيستيشنز اوف انيميا كلها الويكنس هيديك بالبيتيشن الى اخره ماشي، ديزنس هايبركاينيتك سيركيليشن لوس اوف ليبيدو الى اخره، كل الاعراض اللي شفناها من الهيديك والديزنس والفيرتايجو والبالور وكل ده. زائد ايه الايرن ديفيشنسي، الايرن ده محتاج البودي محتاجه للسيتوكروم سيستم بتاع الميتوكوندريا في الاماكن اللي فيها ريجينريشن محتاجينه عالي قوي. اشهر الاماكن اللي على طول محتاجه ريجينريشن موضوع الايه التانج والماوس والجي اي تي عامه. ليه؟ لان في شيدنج على طول من البلاد كل في من الاكل سوري، كل ما بناكل كل ما بناكل في شيدنج للايه للخلايا، فانت محتاج ريجينريشن محتاجين ريجينريشن عالي قوي، محتاج السيتوكروم سيستم. فلما الايرن مهم جدا لتخليق لتكوين السيتوكروم اوكسيديز سيستم ها
اللي بيطلع انرجي وطاقه الخلايا عشان اللي تقدر تواصل في الاكتيفيتي بتاعتها. لو ده ديفكتيف هيحصل الشيدنج ده من غير ما ايه ما الخلايا قادره ايه ها ما عندهاش سيتوكروم لان كفايه لان الايرن قليل فبيحصل شيدنج على طول وهي مش عارفه يحصل ايه جلوسايتس انفلاميشن ستوماتايتس وجاسترايتس هي في المناطق اللي هي ايه فيها شيدنج للابيثيليوم جامد قوي على طول التانج والماوس جلوسايتس ستوماتايتس وجاسترايتس كل دي من الشيدنج اللي محتاج هاي ريت اوف ريجينريشن سيتوكروم والايرن هنا ناقص وبالتالي السيتوكروم على طول ايه بيبقى ايه افكتد. برضه من ضمن الحاجات اللي برضه ريليتد للانزيماتيك تشينجز بتحصل مع الايرن ديفيشنسي النيلز محتاجه سم فورم اوف انزيمز بتعتمد في سم وير انذر على الايرن فلما بيحصل ديفيشنسي بتتاثر النيلز بتبقى عامله زي السبون كده زي الرسمه دي سبونينج اوف ذا نيلز اور كويلونيكيا اللي هي سبونينج اوف ذا نيلز كانك لو حطيت دروب ووتر عليها هتفضل ايه الدروب موجوده قدامك هنا اهو في المكان ده اظن ايه الرسمه واضحه قوي اللي هي سبونينج ايه اوف ذا نيلز كانها ايه عامله زي سبون كده فلو تقدر تحط فيها دروب اوف ووتر وهتلاقيها ثابته قدامك غير طبعا النيل العادي هتلاقيه ايه وقعت الدروب. فالكويلونيكيا اللي هي سبونينج اوف ذا نيلز احد الفيتشرز بتاع الايرن ديفيشنسي مع جلوسايت ستوماتايتس جاسترايتس والجنرال مانيفستيشن اللي قلناها في اول حصه تروحوا ايه تجيبوها منها. investigations قبل ما ابدا الانفستيجيشنز احب اشرح حاجه وهنتطرق لها في الديفرنشال دايجنوزس انا هاخده لوحده الديفرنشال بتاع مايكروسيتيك هايبوكروميك انيميا لوحدها ولكن بتاع الايرن ديفيشنسي انيميا لكن في حته مهمه قوي عاوزين نفهمها قبل اللعبه دي بايه بندخل فيها كلها اللي هي ايه انا عندي شايفين بتوع اللبني دول اللي هم الزرق دول اهم دول اهو دي ودي ودي دي اسمها ايرن بايندينج هنسميها ايه ايرن بايندينج بروتين ده بروتين بيشيل الايرن والايرن هو الاحمر ده واضح اهو ادي الايرن اهو ادي الاولانيه وادي ايه البروتين شايل الايرن وفي بعض البروتينات ايه قاعده كده في حاله مش شايله ايرن يعني هي ما هي في الايه للحركه الايرن رايح جاي في جزء ايه نسبه كده ايه فاضيه الفاضي ده اقدر املاه ايرن ولا لا اقدر وبالتالي في كاباسيتي انه ياخد ايرن فسموها ايرن بايندينج كاباسيتي. يبقى انا عندي ثلاث حاجات هنا اهوت في الجيم ده بتاع الايرون الحته دي في الحديد نفسه الايرون وفي الايرون بايندينج بروتينز ده بروتين اهو ده بروتين وده بروتين وده بروتين اهو بس الاخراني ده عشان ما فيهوش ايرون ايه اقدر اقول ان هو ايه ده ايرون بايندينج ايه كاباسيتي هنا اهوت يقدر يشيل ايه ايرون. بيجي منين بقى الايرون بيجي له منين من الستورز اللي موجوده ايه في البون مارو وكده في الخلايا لما يقل الايرن يتحرك الايه الحديد ايه ويروح ايه يملى دهيت ايه يملى الايرن بايندينج كاباسيتي وهكذا. يبقى انا عندي ثلاث حاجات رئيسيه الحديد نفسه الايرن والايرن بايندينج بروتين اهو وعندي الايه الايرن بايندينج كاباسيتي قدره البروتين انه يشيل ايرن وبيجي له من الستورز. طيب لو الحديد قال لو الايرن قال اهو ادي المثل اهو بتاع الايه الايرن اهو قال بقى واحده اهو بدل اتنين. طب ايه رايكم في قدره البروتين انه يشيل دلوقتي بعد ما كانت واحد اهو اهي الواحد دي بقت اهو ده تقدر تشيل ودي تقدر تشيل ما هو ما فيش غير حديده واحد فدي تقدر تشيل واحده ودي تقدر تشيل واحده بقت الايرن بايندنج كاباسيتي ايه اتنين يعني زادت يعني في المرحلة الأولى هنا الأير بايندنج كاباسيتي واحد يقدر يشيل إيه مولكيول واحد لكن هنا يقدر يشيل واحد يقدر يشيل إيه اتنين كمان حديد نوع فالأير بايندنج كاباسيتي تزيد يبقى كل ما يقل الأيرن في الأيرن ديفيشنسي أنيميا هيتزيد الإيه الأير بايندنج كاباسيتي صح؟ طيب اللي هيحصل يبقى ده هيجي منين الحديد يملى الايرن من الستورز تبدا تتحرك الستورز ايه وتملى ايه هنا اهوت وبالتالي الستورز نفسها يحصل فيها ايه هتبدا ايه تقل بعد ما كانوا ثلاثه واحده ايه اتسحبت زياده راحت بقت ايه هنا اهوت ايه تقل الستورز. يبقى انا في الايرن ديفيشنسي انيميا لما اجي كانفستيجيشنز احنا عارفين ان هي مشهوره قوي انها مايكروسيتيك هايبوكروميك انيميا وانا راسم موجود هنا ده النورمال اهو وادي شكل الايرن ديفيشنسي انيميا تقدروا يتكبروها وتشوفوا الايه ازاي هي حجمها صغير والهيموجلوبين قليل وفاتحه واضح جدا انها مايكروسيتيك وهايبوكروميك. في واحد ممكن يقول لي هايبوكروميك ومفهومه لان الهيموجلوبين قليل فالكلر ضعيف ده كلام منطقي ماشي
طب ليه مايكروسيتك ليه صغيره؟ لان بيقول لك في تخليق الار بي سيز، تخليق البروتين بتاع اللي بيعمل السيل وتكوينها بارلل لكميه الهيموجلوبين، فلما بيقل تخليق تكوين الهيموجلوبين نفسه نتيجه الايرون ديفيشنسي بيقل تكوين البروتين وحجم السيل كمان يصغر. فمش مجرد بقى ايه هيقل الهيموجلوبين بس، لا ده حجم الخليه نفسها كمان بيصغر، فبقت مايكروسيتيك، لان الاثنين ايه سوا سوا يتخلق ده يتخلق يمشوا مع بعض. فلما يقل تكوين الهيموجلوبين نتيجه الايرون ديفيشنسي يقل تكوين البروتين ويحصل مايكروسيتيك هايبوكروميك ايه انيميا، الاثنين ايه سوا سوا زي ما اتفقنا. اتفقنا الايرن ليفل لو قسناه هيحصل ايه؟ لقيت مايكروسيتيك انيميا ايه، رحت رايح ايه بدات ايه تقيس الباراميترز دي، ايرن ليفل هيكون ايه؟ ايرن ديفيشن يعني هيكون ايه بالعقل واطي. طب لما يقل الايرن، الايرن بايندينج كاباسيتي، فاكرين الرسمه اللي فاتت ولا ايه؟ ارجع لكم، الايرن بايندينج كاباسيتي اهي هيحصل فيها هتزيد، اللي هي ايه بقى اللي هي فاكرين اللبن السيركلز اللبني بقى قدرتها تشيل ايه اكتر، ما هو قل الايرن فالبروتين بقى فاضي، الايرن بايندينج بروتين بقى الكاباسيتي بتاعته انه يشيل بتزيد لانها بقى فاضي، فالايرن بادي كاباسيتي تزيد، الايرن ستولز هيحصل فيها ايه؟ عماله بقى تطلع ستولز تودي على الايه؟ على البودي وعلى البروتين، ما هو في نقص، فالستولز نفسها تبدا ايه؟ تقل هنا اهو. يبقى الايرن ليفل بيبقى واطي، ايرن بادي كاباسيتي عاليه، تحفظوها صم دي عشان هنعمل ديفرنشال مبني كله على الحته دي، اوكي؟ وباش في المحاضره دي لوحدها هتبقى، والايرن ستولز ايه؟ هتبدا تقل لانها عماله ايه؟ تتحرك على طول. يبقى انا عندي هي مايكروسيتيك هايبوكروميك انيميا، ايرن ليفل بيبقى واطي، ايرن بايندينج كاباسيتي بتعلى بتزيد لان البروتين هيبقى فاضي، الستورز هتبدا تفضي اللي فيها للايه للكميات اللي ناقصه دي، فتبدا ايه الستورز تفضي 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 تقل ايه الايرن ستورز اللي ايه في البودي لان عماله ايه تدي الجسم. ايه موضوع الاف اي بي ده؟ الاف اي بي ده اللي هو فري اريثروسايت بروتوبورفيرين. ايه بقى فكرته ده؟ هو انا عندي في تكوين وتخليق الهيموجلوبين في البايوكيمستري شيء ممتع الحقيقه لما ندرسه، ها بص تلاقي ايه المراحل التخليق فيه حاجه اسمها البورفيرينز، وفي مرض هنتطرق له ليتر يعني اسمه البورفيرياز نتيجه ديفكت في الهيموجلوبين بايوثينسيس. فالهيموجلوبين ده اربعه بورفيرون ايه مولكيولز كده بتتركب وبيبدا يتخلق ايه من خلال بايوكيميكال بروسيس الهيموجلوبين. عمليه البورفيرينز دي انها تتشكل وتتظبط وتعمل هيموجلوبين محتاجه ايه؟ ذره الايرن دي. لو ما فيش ايرن كفايه البورفيرينز دي هتبقى قاعده بقى صايعه بقى في كده لوحدها، هي ما لهاش ده ما فيش ايرن يمسكها مع بعض ولا يخليها تكمل ايه الهيموجلوبين، فقاعده لوحدها كده اهوت ما فيش حاجه تمسكها، فبقت فري اريثروسايت لانها جوه الار بي سيز. بروتوبورفيرينز اللي هي المرحله اللي ما قبل الايه الهيموجلوبين، بروتوبورفيرينز بورفيرينز ايه هيموجلوبين. فانا المرحله اللي هي بروفيرينز والبروتوبورفيرينز مرحله اللي محتاجه ايرن عشان تعمل هيموجلوبين، في ديفكت في الايرن، فدي قاعده فري لوحدها مش ماسكه في حاجه، فبقت فري اريثروسايت بروتوبورفيرينز عماله ايه تعلى بقى مش عارفه تتحول لحديد الهيموجلوبين عشان ما فيش اير ما فيش حديد، فهي عماله تعلى بس دي مش مفيده قوي لان هي ما لهاش الفانكشن القويه بتاعت الايه او قدره الايه الهيموجلوبين على الاطلاق. فاذا لما انا اقيس جوه الريد سيلز هي ده يمكن لو تقول لي ايه اقوى تشخيص الايرن ديفيشنز انيميا، هو ده زياده الفري اريثروسايت بروتوبورفيرين. دي معناها ان على ده بايوكيمستري بقى ما فيهاش هزار، ما فيش ايرن وبالتالي البروتوبورفيرينز مش عارفه تكون هيموجلوبين، بتعلى في الار بي سيز وتبقى فري لوحدها فيزيد الفري اريثروسايت بروتوبورفيرين. ده على طول لو لقيته عالي تقدر تشخص غالبا ايه ايرن ديفيشنسي انيميا. واذا لو تفتكروا بقى في الانفستيجيشنز في المحاضره الاولى قلنا الريتيكولوسيتيك كاونت مشهور جدا كثيرابيوتيك تيست، ان هو العيان ده البون مارو مش عارف يخلق ار بي لما لكن هو ايه مشتاق للايرن، يعني هو عنده يا عيني نهم للايرن، مجرد ما تدي العيان ده شويه حديد وتقيس الريتيكولوسايت شوف هيحصل ايه بقى، البون مارو بيبقى خلاص هيتجنن ومحتاج ايرن يدخل يشتغل بدون يعني كان مصنع كان ناقصه حاجه وجات له الحاجه دي، اشتغل اشتغل المكن بس من سرعه التشغيل ما بيلحقش كله ايه يبقى ماتيور للاخر، فما بيخرجش على مرحله الار بي سيز، يخرج شويه قبلها ريتيكولوسايتس المرحله اللي قبلها على طول، فتلاقي ايه ريتيكولوسايتوزس ايه ان هوت ها
بعد الايرن ثيرابي دي شبه دايجنوستيك. يعني لو اديت واحد ايرن وحصل له روتيكولوسايتوزس يعني تكاد تقسم يعني ان ده ايرن ديفيشنسي انيميا، يعني هتكون ايه احتمالها ايه يعني غير كده. يبقى انا عندي سواء نوع الانيميا اهو مايكروسيتيك هايبوكروميك وبقارنه بالنورمال زي ما احنا شايفين كده، والايرن ليفل بالعقل هيبقى واطي، ايرن بودينج كاباسيتي هتبقى عاليه لان البروتين بقى فاضي مش شايل ايرن، بس الايرن ستورز هتتحرك وتبدا ايه تقل، ورجع له الصفحه اللي قبلها لو في مشكله فيها. في اريثروسايت بروتوبورفيرين يعلى، والريتيكولوسيتيك كاونت بيعلى، ريتيكولوسايتوزس بعد الايرن ثيرابي. بمناسبه الايرن ثيرابي، الايرن ده من الحاجات اللي كومنلي بيستخدم، عشان كده احب يعني ادي تاتش عليه. هي الاورال ثيرابي اذ ضرول، هو طبعا ايرن ريبليسمنت ثيرابي، يعني دي مش محتاج ان انا اقولها، يعني واحد عنده ايرن ديفيشنس يعني ندي له ايه، بطاطس هندي له ايرن، ندي له ايرن ريبليسمنت ثيرابي. اورال ثيرابي هي الرول، هي القاعده بتاعه اللعبه، ما تقوليش انترافينس واصل مش عارف، لا اورال ثيرابي. احيانا نحتاج بارينترال ثيرابي، هنقول انديكيشن ساعتها. علاج الكوز ده اسينشال، يعني ده ما فيش هزار، لان قلنا دي عرض لمرض، ما تقعدش تعالجني وتسيب لي الكوز. يبقى عملنا ايه؟ يكون عنده بيبتيك ألسر، يكون عنده ألسر في كولايتس، يكون عنده هيموبتسيس، يكون عنده اسوفجيال فاريسز، وات ايفر، ها تقدر ايه تعالج وتشوف الكوز ايه بتاعها. بالذات لو جت في ميل اولد ميل تخضي وجود كانسر، يكون بيبليد ولا حاجه، ها برضو ممكن يعمل لك ايرن ديفيشنسي انيميا. فدي من ضمن الحاجات، ان وجود ايرن ديفيشنسي انيميا في الفيميلز اتس ويل نون، لان بوليمينوريا ومينوراجيا والقصه دي، ولكن في الرجاله الا اكتر منها، يبقى احتمال كبير في باثولوجي حاصل، ألسر يكون مالجنسي، يكون بيبتك ألسر، يعني تفكر قوي قوي في احتمال وجود باثولوجي لما يكون راجل هو اللي بيديفلوب ايرن ديفيشنسي انيميا. بالنسبه للاورال ثيرابي بندي فيروس سلفيت او فيروس جلوكونات، ها ده المشهور التابلتس بتاعه الايرن، بنديها ديورنج الميلز، دي مهمه قوي قوي قوي. ليه؟ لان الايرن ده بيعمل جاستريك اريتيشن جامد قوي، فمهم قوي تقول لعيان وانت بتاكل كده في وسط الاكل هاخد الايه الحبه ديورنج الميلز. اد فيتامين سي للايه ودلوقتي الحقيقه كتير قوي قوي من الايرن بريبريشن جاهزه معاها فيتامين سي، لانه بينهانس عمليه الايه الايرن ابسوربشن، يعني فيتامين سي نفسه ومع الايرن بينهانس الايرن ابسوربشن. وفي حاجات كتير قوي في السوق ايه موجود فيها الايرن ومع فيتامين سي ايه مع بعضيهم. وتكونتينيو ثيرابي لو واحد جاله ايرن ديفيشن، معناها يعني بصوا بقى معناها الايرن ايه قل والستور ستورز ديبليتد كلها، يعني ده راجل متصفي خالص او واحد يعني الكميات الايرن عنده متصفيه، فمش حبايه ولا اتنين هتحسن، فلازم تكونتينيو تريت من مده 6 شهور عشان تريبلينش الايرن ستورز دي كلها، اللي هي غالبا اصلا ما بيظهرش الانيميا غير لما ستورز دي تبقى خلصت واكزوستد مش عارفه تكفي. لكن لو في ستورز مكفيه خلاص ما بيظهرش انيميا، ظهر انيميا معناها الستورز دي ديبليتد خالص، لازم ندي علاج ايه 6 شهور. يبقى انا عندي اورال ثيرابي فيروس سلفيت او جلوكونات بندي اثناء الميلز، فيتامين سي مع عشان يزود الابسوربشن، والثيرابي لمده ايه 6 شهور. امتى بقى اعمل بارنترال ثيرابي؟ في حالات معينه، يعني مثلا ايه لو في مشكله في الابسوربشن، واحد عنده ديودينال باي باس ديفكتيف ابسوربشن، طب هتعمل ايه؟ هتدي له اورال يعمل ايه بيه؟ يعني مش فاهم. فلازم ده ياخد ايه بارنترال ثيرابي. لو انت محتاج رابيد كوركشن، يعني واحده بريجننت وجالها سيفير ايرن ديفيشنسي انيميا وعاوز البيبي ياخد اعظم فرصه في الاكسجينيشن وكذا، مش عاوز مشاكل، ده بيبي بيتخلق، فانت في اللحظه دي لو بريجننت ومن جالها ايرن ديفيشنسي انيميا جامده ايه، ها لا ممكن ايه نفكر في ايه نيد بارنترال ايه ثيرابي، لانه محتاج رابيد كوركشن. والعيان كانوا تولوريت الاورال ايرن دي طبعا بداها، يعني كل ما ياخده جاسترايتس ويرجع ومش قادر وكذا ومش مش عارف يبلع خالص، في عيانين كده دول هتعمل لهم ايه بارنترال ثيرابي ملهاش حل. انفلاماتوري باول ديزيز برضو ما نفضلش ابدا ندي اورال، لانها كان اجريفيت ذا كونديشن، انت مديله هو في السرز موجوده اوريدي فايت كان اجريفيت الكونديشن الاورال اي ايرن. فالاورال ايرن هو الاساس وكل حاجه، ولكن بارنترال ثيرابي بيحصل لو انا الابسوربشن مضروب في ديفكت او احتياجات عاليه سريعه زي البريجننسي، او العيان مش قادر يتولوريت الحبوب او التابلتس، او انفلاماتوري باول ديزيز، لان دي هتعمل اريتيشن للالسرز وتجنن ايه المشكله مره ثانيه. وعلاج الكوز زي ما اتفقنا ايه اسينشال.
ويبقى بكده احنا ايه خلصنا الايرون ديفيشنسي انيميا، الفكره العامه، وان شاء الله نكمل محاضرات الهيماتولوجي مع بعضنا باذن الله. شكرا جزيلا.